اهلا وسهلا بحضراتكم سادة مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع، حكايات المونديال. مونديال قطر 2022 الذي انطلق بمباراة قطر والاكوادور، واقيمت في اليوم التالي للمونديال ثلاث مباريات. قبل ما نستعرض مع حضراتكم المباريات الثلاثة، لابد ان احنا هنقف عند الحالة الاهم التي شهدتها مباراة الافتتاح بين قطر والاكوادور. في الدقيقة الثانية ونص من عمر المباراة تدخل كابينة الفار وأعلن التسلل الإلكتروني عن وجوده في الدقيقة الثانية من عمر المباراة. أنا عايز أقول لحضراتكم إن إحنا إمبارح اتناقشنا مع حضراتكم في بشأن هذا والتسلل الإلكتروني اللي خد وقت طويل جدا، رغم إن هو كلنا النهاردة في مؤتمر صحفي أو مؤتمر بيقدم فيه او بي 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 بيقول فيه التقنيه تمت ازاي وبيشرح الحاله بتاعت امبارح، كان موجود كولينا وماسيمو بوساكا، كولينا رئيس لجنه الحكام والسويسري ماسيمو بوساكا رئيس لجنه التطوير اللي هو معانا على الشاشه. زميل حسام عاطف جاب لنا كولينا وبوساكا، وكان معاهم مسؤول الابتكار والتكنولوجيا والتطوير في الاتحاد الدولي، وهو طبعا شرح بشكل باستفاضه واكد اللي احنا المفروض اللي احنا فاهمينه صح عن تطبيق التسلل الالكتروني، ان هو بيرصد 29 جزء او نقطه بالظبط، 29 نقطه موجوده معانا الترجمه اللي انا بقول لحضرتك عليها دي، 29 نقطه في جسم اللاعب، وبالتالي بالكلام ده بيتم في ثانيه، ومن خلال 50 نقطه برضو بيتم هذا الكلام في ثواني. فالمفروض ان هو النهارده بس اكد ان هي المفروض لا تستغرق اكتر من 30 ثانيه الوقت اللي هو يقدر فيه الفار ياكد او الفار يتواصل مع حكم الساحه من خلال الكوميونيكيشن سيستم ويؤكد القرار. وطبعا برضو في المؤتمر النهارده قالوا ان فعلا 12 كاميرا موجودين في الملاعب، 6 في كل نص ملعب، وده الهدف منه ان هو القرار يبقى اسرع، الهدف منه تحقيق اكبر قدر من العداله. لكن طبعا انا زي ما قلت لحضراتكم ودائما وابدا لابد ان نتفق ان اخطاء التحكيم لن تنتهي. لعبه امبارح حصل فيها جدل وخدوا فيها تقريبا في كابينه الفار دقيقتين ونص، رغم ان هو كان موجود في كابينه الفار الموسيماني اللي ده حكم من حكام ايطاليا المتميزين، ولكن خد وقت طويل، وده السبب ان النهارده كولينا وماسيمو بوساكا ومسؤول الابتكار والتطوير بالفيفا عقدوا مؤتمر شرحوا فيه التسلل الالكتروني وكيفيه الاستفاده، واكدوا ان هم في الاربع سنوات السابقه كانوا بذلوا جهد كبير وبتكنولوجيا عالي جدا علشان يطبقوا التسلل الالكتروني، وحصل اختبارات عديده في ملاعب عديده لهذه التقنيه، وكانوا طبعا طبقوها كبث تجريبي في كاس العالم للانديه الماضيه، ولكنهم بيقولوا ان احنا ما زلنا بنحاول نقدم مردود افضل في كاس العالم ان شاء الله المقام حاليا بقطر الشقيقه، وده اللي احنا بنتمناه. كمان قال النهارده مسؤول التطوير مسؤول الابتكار والتكنولوجيا بالاتحاد الدولي بالفيفا، قال ان الكوره فيها سنسور، فيها حساس، الكوره اللي هي بتستخدم في المباريات فيها حساس، والحساس ده بيبقى فيه تواصل تمام مع الكاميرات، وكل دي تقنيات جديده بيحاولوا من خلالها تمام يبقى فيه سرعه في التسلل، لان فعلا هنجد حضراتكم ان ركلات الجزاء والتسلل هم الابرز جدلا في كره القدم في البطولات العالميه والبطولات المحليه. وطبعا مستخدمين في هذه التقنيه الذكاء الاصطناعي، وده حاجه كويسه، لكن بنتمنى ان شاء الله في المباريات القادمه باذن الله من البطوله ما يكونش فيه عندنا مشكله، وما يكون ناخدش الوقت الطويل ده. هو طبعا دقيقتين ودقيقتين ونص زي ما التقيت بحضراتكم امس وقلت ان احنا كده مش فارقين عن الدوري المصري كتير، رغم طبعا قطر ما
ما شاء الله في تنظيم رائع، في نظام جيد جدا 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 في انا يعني احنا شايفين كلنا طبعا بنتابع الملاعب حاجه 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 عظيمه جدا. بنتمنى ان شاء الله النجاح لقطر الشقيقه في هذا في تنظيم البطوله الاستثنائيه، لانها البطوله الاخيره باثنين التي تضم 32 منتخب، وان شاء الله بطوله 2026 هتكون في كندا والمكسيك وامريكا، وهتكون ب 48 منتخب. زميلنا حسام عاطف على طول بيستعرض مع حضراتكم صور من المؤتمر اللي حصل النهارده واللي عرضها كولينا ومسيمو بوساكا ومسؤول التطوير ومسؤول التطوير والابتكار في الاتحاد الدولي لكرة القدم. هروح مع حضراتكم لمباراة اليوم الثاني النهارده اللي كانت انجلترا وايران. انجلترا وايران المباراة الاولى التي اقيمت المباراة الاولى النهارده الساعة 3، ونجحت انجلترا انها تحقق فوز كبير على ايران 6-2، وكانت احتسب الحكم البرازيلي رافائيل لاكوس. الحكم البرازيلي رافائيل لاكوس ده كان حاضر في الميعاد واحتسب ركله جزاء صحيحه لصالح ايران. طبعا انا عايز اقول النهارده ان التحكيم البرازيلي كان هو اللي موجود النهارده سبق صاحب فرس الرهان، لانه ادار مباراتين، مباراه انجلترا وايران التي انتهت 6-2 لصالح انجلترا، في واحتسب فيها الحكم البرازيلي رافائيل لاكوس احتسب ركله جزاء صحيحه لايران، واشهر البطاقه الصفراء في حالتين لمنتخب ايران، بينما كان الحكم البرازيلي برضو ايضا تمام حاضر وموجود في الميعاد عندما ادار لقاء ويلتون سامبيو. ادار الحكم البرازيلي اسف ويلتون ادار لقاء السنغال وهولندا. السنغال عملت مباراه كبيره جدا جدا جدا، وكنا كلنا بندعم السنغال بشكل كبير، ولكن لازم نقف عند حاجه مهمه جدا. زي ما هستعرض مع حضراتكم ابرز الايجابيات في التحكيم في البطوله، عندنا مشكله تانية انا هقول لحضراتكم عليها، بس الاول في الدقيقه 80 من عمر المباراه والنتيجه 0-0 هناك ركله جزاء صحيحه للسنغال تغاضى عنها الحكم البرازيلي، وطبعا دي يمكن يكون ده اللي انا هستعرضه مع حضراتكم. قبل السنغال قبل هولندا قبل الطواحين ما يحرزوا هدف الاول في المباراه في الدقيقه 81، هناك في الدقيقه 79 تقريبا في ركله جزاء صحيحه لصالح السنغال. الراجل مدافع هولندا ارتقى ومسك مهاجم السنغال من وسطه، وطبعا منعه من الوصول للكره، وكان يجب ان يكون في تدخل لكابينه الفار. اعتقد لسه الفار اداؤه في المباراه اسف في البطوله لم يكن على المستوى المطلوب، وان كنت اتمنى ان شاء الله في المباراه القادمه يكون الاداء افضل. كان بيدير المباراه دي البرازيلي وويلتون سامبيو، وانا شايف ان هو ادارها بشكل يعني لولا ركله الجزاء كان هيبقى المباراه ما فيش فيها عنده مشاكل، رغم ان هو اظهر البطاقه الصفراء في ثلاث مناسبات. عندنا امريكا وويلز في انتهت 1-1، وبرده كان موجود طاقم حكام قطري بيقوده القطري عبد الرحمن الجاسم، ومعاه سالم الميري وسعود احمد طاقم حكام قطري، واشهر بطاقه صفراء في 6 مناسبات، 4 لامريكا ومقابل انذارين لويلز. ركله جزاء صحيحه احتسبها عبد الرحمن الجاسم في الدقيقه 80 من عمر المباراه لصالح ويلز، احرز منها هدف التعادل. عايز اقف عند حاجه مهمه جدا جدا جدا، في الدقيقه 110 او في الدقيقه 10 من الوقت بدل الضايع اشهر عبد الرحمن الجاسم البطاقه الصفراء لاوكوستا، دي لاعب امريكا. وهنا بقى عايز اقف ان هو بعد ما اشهر البطاقه الصفراء تقريبا ب 30 ثانيه انهى اللقاء. هنا تطبيق القانون ملوش علاقه بالنتيجه، ملوش علاقه بالتوقيت، هو شايف ان في انذار مستحق، ودي احد ايجابيات البطوله، فكان لازم النهارده ان هو يشهر البطاقه الصفراء في ميعادها، ودي حاجه لو كملنا الحكام كملت اعتقد هتبقى ليها صدى رائع في البطوله.
ابرز الايجابيات اللي انا عايز اتكلم فيها مع حضراتكم في البطوله من في الاربع مباريات التي اقيمت حتى الان هو تقدير وقت الضايع، وده اكد عليه الفيفا ان تقدير وقت الضايع مهم جدا جدا جدا. في النهارده في مباراه امريكا كان في 9 دقائق وقت ضايع في الشوط الثاني، والشوط الاول كانوا 8 دقائق. انا عايز اقول لحضراتكم ان في تواصل بين حكم الساحه وبين الايفار في الكابينه ان هو يحسب وقت الضايع طول الكوره خارج الملعب، بيتم احتساب وقت الضايع كل دقيقه وكل ثانيه. وده اللي احنا لدينا فيه لما كنا بنغطي مع حضراتكم الدوري المصري، وقلت ان الوقت الضايع جزء من المباراه، الوقت الضايع هو حق الفرقتين ان كل منهما يحصل على وقته، ودي حاجه من ابرز ايجابيات البطوله حتى الان. في كمان في مساحه للالتحام والتنافس العادل، التحام المشروع والتنافس العادل من في المباراه، ودي حاجه كويسه. لكن انا شايف ان في شد وجذب ومسك الحكام بتتاخر فيه، او لحد دلوقتي الحكام مش قادره تقدره بشكل جيد، محتاجين التركيز اكتر من الحكام في الفتره المقبله. ان شاء الله عندنا بكره باذن الله عندنا 4 مباريات في اليوم الرابع، في اليوم الثالث اسف، للبطوله. السعوديه والارجنتين هيديرها الحكم السلفاني سلافكو فيتش، وعندنا المكسيك، عندنا تونس والدنمارك، تونس والدنمارك المباراة الثانية الساعة 3 هيديرها الحكم المكسيكي زيرار راموس، وبولندا والمكسيك بتعلن، بولندا والمكسيك في اليوم الثالث للبطولة بتعلن عن ظهور أول امرأة تدير مباراة في كأس العالم. تاني بولندا والمكسيك الساعة 6، بولندا والمكسيك بتعلن عن أول مباراة تدير أول امرأة تدير مباراة في كأس العالم. الفرنسية كانت معانا صورتها، زميلها حسام عاطف جايب لنا صورتها. الفرنسية ستيفاني فوربت دي أول امرأة تدير مباراة في كأس العالم. ده عبد الرحمن الجسمي اللي أدار ماتش انجلترا امام ماتش امريكا وويلز، وستيفاني فروبت دي محكمه فرنسويه وادارت العديد من المباريات في دوري ابطال اوروبا. في الدوري الفرنسي عندها 17 مباراه، وكانت موجوده في كاس العالم للسيدات، لكن هي هتعلن، هي بسافرت في ماتش بولندا والمكسيك هتعلن عن الظهور الاول في تاريخ كاس العالم منذ 1930. تمام، اول امراه تدير مباراه في كاس العالم، بنتمنى لها طبعا التوفيق. استراليا وفرنسا هيديرها الحكم الافريقي فيكتور جوميز، ومع فيكتور جوميز هتظهر الروانديه سليمه كحكم رابع، لان احنا عندنا زي ما حضراتكم عارفين الاتحاد الدولي اختار 3 حكام ساحه سيدات، ستيفان فربت من فرنسا، والروانديه سليمه من رواندا، واليابانيه يوشيمي، 3 حكام ساحه، وفي 3 مساعدين كمان موجودين في البطوله، 3 مساعدات، البرازيليه نويز من والمكسيكيه كرين والامريكيه كاثرين، موجودين الثلاثه في يعني 3 حكام ساحه و3 مساعدين. اعتقد ده بيدي فرصة للتحكيم النسائي ان يكون ليه دور فعال. انا بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، هنلتقي ان شاء الله في ختام اليوم الثالث من البطولة. طبعا تغطياتنا مستمرة بتلفزيون اليوم السابع طبعا من الملاعب، والتغطيات الحية لزميل مصطفى الدكش واحمد عصام من قطر، ومن تلفزيون اليوم السابع الزميل محمد عرائي وزميل وليد ماهر. هنكون معاكم لحظة بلحظة في المونديال إلى أن ينتهي المونديال على خير. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وإلى أن ألقاكم في لقاءات قادمة، لكم مني أطيب تمنياتي وأرق تحياتي.